بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون بمكون سحري وهو الموز. هنعمل وصفة سحرية للحفاظ على الشباب الدائم لبشرتك، كمان بتقوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة خاصة في منطقة حول العين ومنطقة حول الفم والجبهة، وبتبيض البشرة جدا وبتفتحها وبتوحد لونها، كمان بتقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية وبترطب البشرة جدا. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. انا هحتاج لحبة واحدة بس من الموز، والموز بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومضادات الاكسدة، بالاضافة لبعض المعادن والفيتامينات اللي بتحتاجها البشرة، فهيكون فعال جدا في تفتيح البشرة وتوحيد لونها ويحميها من اشعة الشمس الضارة، كمان بيخفف من التهابات واحمرار الجلد. كمان الموز بيعمل على تجديد الخلايا وبيرطب البشرة جدا، وبيقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية وحب الشباب والبثور، وبيكون مضاد للشيخوخة لأنه بيحارب علامات تقدم السن. أول خطوة بقى هعملها دلوقتي إن أنا هبتدي أقطع حبة الموز دي لحلقات صغيرة. أنا قطعتها بقى بالشكل ده، وهجيب بقى دلوقتي الخلاط وهضيف بقى فيه حلقات الموز اللي أنا قطعتها. هبتدي بقى دلوقتي أخلطها من غير إضافة أي مية لغاية ما تنعم كويس جدا. أنا خلطت بقى كده حبة الموز ناعم جدا، هحطها بقى دلوقتي في طبق. هنشوف بقى قوامها دلوقتي وانا بحطها في الطبق، شايفين ناعمة جدا. ده بيكون بقى قوام الموزة بعد ما طحنتها. هحتاج لمعلقة من نشا الذرة، وطبعا نشا الذرة بيفتح البشرة جدا، كمان بيعمل على شد البشرة وأرق المسام. هبتدي بقى دلوقتي بإضافة أول مكون عندي على الموزة اللي أنا خلطتها، وهي معلقة كده من نشا الذرة. هحتاج لمعلقة من الحليب المجفف أو حليب النيدو، والحليب المجفف ده بيفتح البشرة جدا، وكمان من أروع الحاجات اللي بتخلصك من البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية بشكل فعال جدا، وكمان أي وصفة بيجتمع فيها النشا مع الحليب المجفف بتكون نتيجة هايلة في التفتيح. بقى دلوقتي المكون التاني هو معلقة كده من الحليب المجفف أو حليب النيدو. انا هحتاج لمعلقه من زيت جوز الهند، وزيت جوز الهند الاصلي هو اللي بيكون متماسك بالشكل ده، وزيت جوز الهند من افضل الزيوت المغذيه والمرطبه جدا للبشره. بقى دلوقتي معلقه كده من زيت جوز الهند. وهحتاج لمعلقه صغيره من الزبادي، والزبادي ده من الحاجات المغذيه والمرطبه جدا للبشره، كمان بيفتح البشره جدا. اضيف بقى دلوقتي معلقه من الزبادي. انا هحتاج لمعلقه صغيره من العسل، والعسل ده بيكون مضاد حيوي طبيعي للبشره لانه بيقضي على حب الشباب وعلى الحبوب وعلى البثور واثرها الموجوده على البشره، وكمان بيغذي ويرطب البشره جدا. هضيف بقى دلوقتي اخر مكون هو معلقه كده من العسل، والعسل ده بيكون مزايا بلا حصر للبشره. هبتدي بقى دلوقتي اخلط كل المكونات دي مع الموز لغايه ما كل المكونات تندمج مع بعض وتبقى خليط متجانس. اقلب بقى كويس. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها كويس جدا مع بعض، وكمان صفيتها بمصفى ضيقه عشان تبقى ناعمه بالشكل ده وما يكونش فيها اي حبيبات او كتل. ده بيكون بقى شكل الوصفه النهائي، وكده خلاص تكون جاهزه للاستخدام. يفضل بقى ان انا بعد ما بجهز الخلطه دي ان انا استخدمها على طول، ما بفضلش خالص ان احنا نحفظها في الثلاجه، فيفضل كمان ان انا اعمل كميه صغيره قد اللي انا عملتها دي للاستخدام مره واحده بس، وكل مره نجددها ده بيكون افضل. يجي بقى لطريقه استخدام الوصفه. الوصفه دي لازم استخدمها على بشره تكون نظيفه، يعني بغسل بشرتي في الاول كويس جدا وبنشفها، وبعدين ابتدي استخدم عليها الوصفه. بعد ما بنشف بشرتي باخد بقى من خلطه الموز وبحطها على الوجه وعلى الرقبه وعلى الايدين، وتقدري تستخدميها على اي منطقه تكون غامقه في الجسم. كمان لازم تركزي على منطقة حول العين ومنطقة حول الفم، بتكون آمنة جدا في الاستخدام. بعد بقى ما بغطي البشرة بخلطة الموز دي بسيبها بقى على البشرة لمدة نص ساعة، وبعد كده بغسلها في الأول بالمية الدافية وبعد كده بالمية الباردة، وبعد كده بترطبي بشرتك بأي كريم مرطب يكون متوفر عندك. الخلطة دي بقى بتستخدميها للبشرة بنفس الطريقة دي مرتين بس في الأسبوع، تكون كافية جدا، بس أهم حاجة هي المداومة والانتظام على استخدامها. الخلطة دي بتكون كل مكوناتها طبيعية وآمنة جدا في الاستخدام، ونتيجها بتكون مذهلة على البشرة. مع مداومة استخدامها بتفتح البشرة جدا وبتبيضها وبتوحد لونها، وبتخلصك من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية في وقت سريع جدا.
الوصفة دي بترطب البشرة جدا، فبتكون علاج فعال لجفاف الجلد، كمان بتخلي بشرتك صافية ومشرقة وبتديها مظهر صحي جدا. ومن أهم مميزات الخلطة دي بقى إنها بتحتوي على مكون ساحر وهو الموز، بيعمل على تجديد الخلايا فيحافظ على الشباب الدائم لبشرتك، وبيكون مضاد للشيخوخة فيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة خاصة في منطقة حول العين ومنطقة حول الفم ومنطقة الجبهة، وهيدي لبشرتك مظهر صحي جدا وشباب دائم. الخلطة دي هتكون من أفضل الوصفات الطبيعية اللي ممكن تستخدميها للحفاظ على الشباب الدائم لبشرتك ومقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة خاصة في منطقة حول العين ومنطقة حول الفم ومنطقة الجبهة، وبتدي لبشرتك مظهر صحي جدا، كمان بترطب البشرة جدا وبتفتحها وبتبيضها وبتوحد لونها. الخلطة دي لما هتداومي على استخدامها هتديكي نتائج هايلة، وهتلاحظي الفرق ان شاء الله من الاستخدام الاول، وفي كل مرة تستخدميها فيها وتنتظمي على استخدامها هتلاحظي الفرق في لون بشرتك في كل مرة، هتديكي بشرة مشدودة وتبيض بشرتك وتوحد لونها، وهتقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية وتحارب ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. الخلطة دي بتكون فوائد بلا حصر لبشرتك. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.